السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل مجموعه من الاسماك بطريقه حلوه قوي، هتنفع سفره لرمضان او كمان عزومه لرمضان هتشرفك قدام ضيوفك، وهترضي جميع الاطراف بانواع اسماك كتير لكمان للاطفال، علشان لو في معاكي اطفال على السفره لازم تعملي حسابهم ان هو يكون فيه سمك من غير شوك. فتعالي نشوف النهارده عملت ايه. بس قبل اي حاجه، فمي بسم الله نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه زي ما متعودين معايا، بعمل اول حاجه في السمك التتبيله، وكنت غسلاه طبعا زي ما انتم شايفين كده، وفتحه السمك سنجاري السمك البوري، وغسله كل جميع انواع الاسماك اللي معايا. وعملت التتبيله توم وفلفل اخضر وليمون وشويه من الخل وبهارات، بقى انا بحط ملح وكمون وكزبره وبهارات سمك. وكده يبقى التتبيله معايا جاهزه، هضربها بس كويس قوي في الكبه. ودي كده التتبيله الاساسيه بتاعت السمك اللي كلنا عارفينها وبنعملها، وسهله خالص وبسيطه ومش محتاجه حاجه. خلاص كده بعد ما فرمتها كويس كده زي ما انتم شايفين، هنا معايا صبيت وسمك فيليه وسمك مكرونه، هتبلهم كويس قوي بالتتبيله. اخدت شويه من التتبيله تبلتهم، وبعد كده هتبل السمك البوري السنجاري زي ما انتم شايفينه. بصوا فتحه كده من مش من بطن، لا انا فتحاه من سلسله الظهر علشان يبقى مفتوح كده معاكي. سنجاري السنجاري ما بيفتحش من البطن خالص، بيفتح من الظهر السمكه. وتبلته كده زي ما انتم شايفين، تبلته كويس قوي بالتتبيله اللي احنا عاملينها مع بعض، عشان هي دي التتبيله الاساسيه بتاعه السمك، هي دي اللي هتخلي السمك ليه طعم حلو ومتشرب تتبيله. تسيبي بقى السمك كده في التتبيله ساعه او اكتر زي ما بتحبي. وبعد كده هنا في نفس الكبه اللي عملت فيها التتبيله، حطيت فيها كوبايه كبيره، عشان الكوبايه اللي معايا دي كوبايه صغيره، فحطيت كوبايه ونص من الميه بمقدار كوبايه كبيره من الميه. ونزلت الاول بمعلقتين كبار من النشا، وبعد كده 4 معالق كبار من الدقيق، وحطيت كمان ملح وبهارات سمك وشويه كمون صغيرين، وهضربهم كويس في الكبه. هنا حطيت البهارات السمك وكمان الكمون والملح علشان الدقيق يتملح علشان ما يكونش معاكي السمك دلع، وهضربهم كويس في الكبه. وهخلي العجينه اللي انا عملتها دي ما تكونش ولا تقيله ولا خفيفه، يعني لو حبيتي ان انت تزودي شويه من الدقيق زودي. انا زودت كمان معلقتين علشان تبقى معايا بالقوام ده، يعني انا حطيت 6 معالق من الدقيق ومعلقتين من النشا. وبعد كده هنزل بالصبيط والسمك الفيليه وكمان السمك المكرونه في نفس التتبيله دي، يعني اي نوع سمك هتحمريه حطيه في نفس التتبيله دي، لكن لو سمك كبير فما ينفعش معاكي التتبيله دي عشان يستوي معاكي في الزيت يعني. لكن هنا السمك معايا صغير مش بيحتاج تسويه كتير، فبعمله الخلطه دي بيطلع معايا مقرمش، وكمان الكفر بتاعه بيبقى متماسك زي محلات الاسماك لما بتبقي بتاكلي فيها الجمبري او السبيط او السمك الفيليه، بيكون الكفر متماسك كده وفي سنه قرمشه. وهنا هبتدي ان انا اعمل الخضار اللي هحطه على السمك السنجاري. قطعت بصلايه صغيره، قطعتها كده مكعبات صغيره، وكمان فلفل رومي وفلفل حار، ومعايا كمان كده شويه صغيرين كده من الكزبره الخضراء بتديها طعم حلو قوي، وطماطم، وهبشر كمان معايا الجزر. وهي دي الخلطه بتاعه السمك السنجاري، خلطه بسيطه وبتدي طعم حلو قوي للسمك، وبتدي له شكل كده حلو وطعم زي السمك السنجاري برضو اللي بتشتريه. لم ما نشتريش حاجه من بره، كل حاجه هنقدر نعملها في البيت، وبتبقى بربع الثمن اللي انت هتشتريه من بره. او شايفين هتعملي كل حاجه كده، تقطعها قطع صغيره، وبعد كده هبشر الجزره، وهقلب بقى كميه الخضار اللي احنا مقطعينها دي كلها مع بعض. بعد كده هبتدي ان انا اتبلها بملح وبهارات من السمك وشويه من الفلفل الاسود وشويه من الكمون وكمان شويه من الكزبره الخضراء وبهارات سمك. البهارات السمك بتبقى موجوده عند اي عطار، او ممكن تشتريها من السوبر ماركت، بتدي طعم حلو قوي للسمك. وهعصر كمان عليها عصير ليمونه وشويه من الزيت، وهدعك كويس قوي بقى الخضار ده مع التتبيله عشان يتشرب كده كله من التتبيله. وهضيف كمان زي ما قلت لكم حوالي كده معلقتين كبار من الزيت بس كده. ودي احلى تتبيله للسمك السنجاري، وجربيها هتعجبك قوي.
خلاص كده هبتدي بقى ان انا اجيب السمك السنجاري، واخد كده قطعة ورق الومنيوم لكل سمكية علشان السمكة كده تطلع تقدميها في الطبق ما تلزقش معاكي في الصاج، وتبقى السمكة كده قدام الضيف تبقى شكلها حلو وكمان متماسكة ما تكونش مهرية معاكي، عشان لو انت حطيتيش ورق الومنيوم هتتهري معاكي اول ما تطلعيها كده من الصاج، يا اما هتقدميها في الصاج واللي هيجي ياكل هتطلع منه مهريه، لكن لما تبقى قدامك كده في الورق الالومنيوم بتتاكل في نفس الورقه كده وبتكون شكلها حلو. وهنا نسيت اقول لكم ان لازم تدهني ورقه الالومنيوم بالزيت علشان يعني السمكيه ما تلزقش كده في الورق الالومنيوم. وحطيت كده الخضار زي ما انتم شايفين على السمكه من فوق، وغطيتها كده خالص بالخضار اللي احنا عاملينه مع بعض ومتبلينه، والسمكة طبعا خلاص اتبلت بالتتبيلة اللي احنا كنا عاملينها في الاول خالص اللي هي تتبيلة السمك. او زي ما انتم شايفين عملت الكمية كلها وحطيتها في الصاج وهدخلها على الفرن، الفرن يكون سخن يعني اعلى درجة حرارة في الفرن، بحط السمك في قاع الفرن من تحت الصاج اللي تحت، واول ما يستوي باخدش يعني ربع ساعة تلت ساعة بالكتير لان السمك ما بياخدش وقت كبير في التسوية، بروح شايلها رافعاها على طول من قاع الفرن من تحت، بروح رافعاها قريب من الشواية وبفتح عليه الشواية 5 دقايق 10 دقايق لحد ما ياخد معاكي لون. وبكده بيكون السمك السنجاري خلص معاكي بكل سهولة وبيطلع طري وتحفة وزبدة زي اللي بنشتريه من بره واحلى كمان. عملت كمان شوية رز صيادية، حمرت البصلية كده زي ما شفتوا لحد ما اخدت اللون الغامق ده، بعد كده نزلت بالملح وبابريكا وشوية بهارات سمك وكمان شوية من الكمون وحاجة بسيطة خالص من الفلفل الاسود، والبابريكا بتدي طعم حلو قوي ولون كمان تحفة للرز، وجربيها بس كده. ونزلت بالرز وهخليه يتشرب، بعد كده هحطه على نار هادية. هبتدي دلوقتي ان انا اعمل السمك المقلي او احمر السمك اللي هنقليه او نحمره في الزيت. هعمله الاول الدقيق اللي هبدره بيه، هنا معايا نص كيلو من الدقيق، حطيت عليه معلقتين من النشا، وبعد كده حطيت له حاجة بسيطة خالص من الكركم وشوية صغيرين من بهارات السمك بس كده. وبنزل اول حاجة كده بالصبيط في الاول وهبدره كله كده مع بعضه بالدقيق، وبعد كده هنزل بالسمك الفيلي برضه بالدره والسمك المكرونة، ويبقى كده قدامي السمك كله جاهز ان هو يتحمر على طول او بالشكل ده بكل بساطة وسهل خالص. عملت الكمية كلها وحتى كمان سمك المكرونة، وحتى طبعا الطاسة فيها زيت سخن على النار، وهبتدي ان انا احمر اول حاجة السبيت. هنزل بالسبيت واحدة واحدة كده علشان الكفر اللي فيها يبقى يتماسك مع اول ما ينزل في الزيت هيتماسك كده على السبيت وما يتفككش من السبيت، لكن لو نزلت بيه مرة واحدة كده قطعة واحدة هيلزقوا في بعض والسبيت هيتلاقيه القشرة بتاعته او الكفر اللي احنا عاملينه بالدقيق ده اتفكك منه خالص، او زي ما شايفين واحدة واحدة كده بتاخد لون والكفر بيبقى متماسك وكمان مقرمش وتحفة. طلعت خلاص كده السبيت بعد ما اتحمر واخد لون التحفة اللي انتوا شايفينه ده وكمان قرمشة وطعم جميل قوي، وجربيها بالطريقة دي هتعجبك، ودي نفس طريقة المطاعم بره. وخلاص كده هنزل بالسمك الفيليه، وهنا قبل ما بشيل اخر واحده من الصبيط بنزل على طول بالسمك، ليه؟ علشان الزيت معاكي ما يتحرقش، تكوني محضره معاكي السمك كده على طول تشيلي الصبيط من الطاسه او اي نوع سمك بتعمليه وتحطي على طول اللي لسه ما استواش. وهنا السمك قشر البياض زي ما انتم شايفين، بصوا الكفر بتاعه متماسك وتحفه ومقرمش تحفه بجد، طعمه حلو قوي بالطريقه دي اهو شايفين. خلاص كده برضو حمرته بنفس الطريقه، وهنزل بقى بباقي السمك اللي معايا اهو. بصوا قبل ما بشيل اخر واحده في الطاسه بكون حاطه بدلها على طول علشان الزيت يبرد معاكي وما يتحرقش، زي ما انتم شايفين الزيت معايا مش محروق من اول ما حمرت لحد اخر تحمير، الزيت زي ما هو ومش محروق وما فيهوش دقيق محروق. نزلت بالسمك كله وحمرته كله بالطريقة دي، وكمان السمك السنجاري كان استوى معايا واخد لون في الشواية كده زي ما قلتلكم اخر 10 دقايق في الشواية من فوق، وبتقربي الصاج للشواية فوق اهو زي ما انتم شايفين، بصوا طري وتحفة واحلى بكتير ما بتشتريه من بره، وطعمه حلو قوي ومضمون يعني ان انتي تعملي حاجتك في البيت كده اضمن وانضف بكتير اهو، هتعملي سفرة كاملة في البيت
وما اخدتش كمان معايا وقت. يعني لو في رمضان مش هتاخد منك معاكي وقت، يعني السمك كده بيبقى اسهل بكتير من اي نوع اكل تاني هتعمليه. خلاص كده، ودي هنا الرز معايا برضو شايفين مفلفل ولونه حلو، وجربي البابريكا في السمك بيطلع طعمه حلو قوي، وكمان بتدي لون بيحمر كده شوية للرز، بيبقى طعمه حلو، اللي بياكله بيبقى عايز يعرف انت حاطة فيه ايه علشان مديله الطعم ده. خلاص كده قدمت الرز زي ما انتم شايفين كده في اطباق، وبزينه برضو كده بحاجة بسيطة من الجزر المبشور، وكمان عود من الكزبرة او من البقدونس، بتدي شكل حلو كده للطبق، و بتقدميه كده على السفرة بيكون شكله حلو. كمان طبعا السمك لازم جنبيه سلطة الطحينة وسلطة خضراء. ودي السفرة معايا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم والطريقة عجبتكم. الصبيت والسمك الفيليه مقرمشين والكفر متماسك وطعمهم تحفة، وهتقدمي كده زي ما انت شايفة، تحطي شوية من البقدونس بتدي شكل حلو على الطبق، والسمك السنجاري بتحطي كل واحدة في طبق علشان لو هتقدمي على السفرة يبقى كل واحد قدامه السمك ما يكونش بعيد عنه. وهنا السمك الفيليه زي ما انتم شايفين، بصوا تحفة. جربوا بقى ان شاء الله طريقتي في السمك، وان شاء الله هتعجبكم وهتعجب ضيفكم بإذن الله في رمضان. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو تاني جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.